النهارده بنحاول نتعرف على رأي الشارع المصري في الحدث اللي بيفرض نفسه هو الحالة الأمنية بعد مقتل واغتيال الشهيد اللواء محمد السعيد في الهرم، وأيضا استشهاد والهجوم على كنيسة العذراء مريم في 6 أكتوبر واستشهاد أمين شرطة هو محمد طه. والحقيقة يعني أسئلة كثيرة بتشغل بال الرأي العام، فمراسلينا بيحاولوا استطلاع آراء الناس في الشوارع. هنتقل مباشرة لمراسلتنا رضوى رحيم الموجودة عند كوبري قصر النيل. الوضع عندك إيه؟ مساء الخير يا رضوى. مساء الخير يا أستاذ معتز. الصدفة وحدها هي التي جمعت ما بين اليوم الذي استشهد فيه الشهيد محمد الصاوي وأحمد بسيوني وكل اللي راحوا في أحداث 28 يناير 2011، وما بين شهداء النهاردة اللواء محمد السعيد والأمين محمد الأوائل راحوا من أجل حربهم من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وشهداء النهاردة راحوا في حربهم مع مصر كلها ضد الإرهاب. خليني أنقل لحضرتك نبض الشارع في تساؤلنا حوالين هل مصر بتمر لمرحلة أخرى، هل انتقلنا من مرحلة التفجيرات إلى مرحلة الاغتيالات؟ ناس كتيرة النهاردة حاسة بالحزن لوفاة اللواء محمد السعيد. أنا معايا ضيفي الأستاذ عصام فرج، اسمح لي أن أنا أخد رأيه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك استقبلت إزاي خبر وفاة أو استشهاد اللواء محمد السعيد؟ وطبعا استقبلته زي مصر كلها بكل الحزن. طبعا انا بنهي كل الشهداء مصر كلها وشهيد النهارده بالتحديد. حضرتك شايف ان بالفعل احنا انتقلنا من مرحله التفجيرات الى مرحله اخرى هي استهداف بعض العناصر الشرطيه وقتلها؟ اكيد طبعا، بس كل ده احنا ان شاء الله هنتحمله. وشهيد النهارده يعني انا يعني لا نزكيه على الله، بس هو ده الثمن اللي احنا كلنا لازم ندفعه. واكيد كل ما يسقط مننا شهيد اكيد بنقرب ان احنا نعدي على بر الامان ان شاء الله. البعض يتكلم على ان في ممكن تكون مرحله الاغتيالات دي نتيجه اختراق جهاز الشرطه بشكل او باخر خلال العام الماضي، حضرتك شايف ايه؟ والله دي اراء للجهات الامنيه، بس انا اشك ان في اختراق لوزاره الداخليه فعلا، ويجب على قيادات الداخليه كلها انها تنتبه للي بيحصل، علشان دي مش اول مره. قبل كده كان تفجير المنصوره، وقريب قوي كان تفجير مديريه امن القاهره، والنهارده شهيد النهارده، ومن فتره قريبه جدا كان في شهيد تاني العقيد محمد مبروك الله يرحمه. فلازم كلنا ننتبه، داخليه وشعب وجيش ومؤسسات دوله كلها ننتبه للي بيحصل لينا دوت. الامن هو الملف الرئيسي المهم بالنسبه للمواطن المصري الرئيس القادم، انت شايف ازاي يقدر يحتوي هذا الملف؟ ايه الخطوه اللي انت شايف ان هو لو عملها بالفعل هيعود الامن الى مصر؟ هو طبعا كلنا لنا دور، يعني الشعب ليه دور، انا واحد من الناس عليا دور انتبه للي حواليا، اشوف اي تحركات غريبه لاي ناس غريبه، ده دوري على الاقل. رقم اتنين، ان انا لو لاحظت اي حاجه غريبه هتشوب المجتمع بعدم الامن لازم ابلغ على الفور. الجهات الشرطيه لازم تزود من احتياطاتها الامنيه اكتر، لازم تحط خطط مستقبليه اكتر عشان تامنني انا وفي نفس الوقت تامن نفسها في نفس الوقت. اشكرك جدا استاذ معتز. زي ما نقل لحضرتك استاذ عصام نبض الشارع، انا كمان كنت سالت بعض العناصر الشرطيه الموجوده في ميدان التحرير، حقيقه حاله من الحزن. يمكن بعضهم نقل لي قال لي ان احنا حاسين ان يعني بقينا مستهدفين زي مرحله الارهاب اللي عشناها في التسعينات، بس احنا لن نتوانى عن اداء دورنا الشرطي والامني في مصر. اعتقد ان الشعب المصري كله لابد ان يتضافر في هذه المرحله يا استاذ معتز، ويمكن ان شاء الله الجاي يكون افضل باذن الله. طبعا شكرا يا رضوى على هذه الصوره الحيه من مام كوبري قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير، وشكرا لضيفك الاستاذ عصام اللي طالب بتكاتف كل الجهود، شعب وشرطه وجيش وكل مؤسسات مصر، للعبور من هذه المرحله الى مرحله البناء والاستقرار.